الشباب وجزاق متعلق بشباب الجزاق مع 10/1/2013، لأن هذا معناه إنجاز كبير، لأنه المندوب الثابت اللي هو الغبن ما عمره حضر في الرومان، حاجة المشاكل اللي خلقت في المغرب وما عمره حضر تحت ضغط هذا الإنسان على 10/1/2013. إذا نحط مع الإخوان الجزاق اللي كان طريقها في احمد الوهابي مع الاخوان الاعضاء تشكرهم جزيل الشكر، وحسبت انا وصلت الاخوان وعرفت اللي هو دفع مزيان واللي دفع احراق 100% 100% على التنطاق جبنا الاخبار عندنا كل الممثلين ديال الامه اللي حضروا في القاعه هذاك النهار مع الاحزاب كلهم دفعوا دفاع مستمر ديال الدنيا والغابات. اذا تنشكروا هذه اللجنه واخا تعطيتوا شويه لان 14 شهر في الشهر من 10/1 2013 الى 10/3/2014 ديال الانتظار حتى نتسناو. اذا الله يجزيكم بخير، اذا تسنينا 14 شهر شكون تعطيونا باش نقولوا لكم بين الطلبين والعائقات والمعوقات والمشاكل اللي واجهناها من نهار الاول من ثلاث بدايات ديال الشهر الاولى من ثلاث على 76 كيلومتر من المنطقه، والشهر الثانيه بدات من هذه القاعه، والشهر الثالثه اللي هي كبيره المسيره من هنا ثلاث كيلومتر ديال السيارات والوقفه احتجاجيه قدام العماله اللي هي الوجهه المسيره ديال الجبل كلها نزل انزل، لانه كان صيف كان وقت عام بالسكان المهاجرين، كانوا الناس جاو ديال الخارج، كانوا الناس ديال المنطقه جاو التلاميذ في العطله في عيد الهيجان ديال المشهد. الحمد لله لحفظ الله انه هو وزير الداخليه بعد اللي قال معاه وقف هذه الشراره، اما يا الله هذا كان غادي يتحرق، كان غادي يتحرق الاخضر واليابس. مازال متعدد. انا نجتمع مع وزير الداخليه مشكوره تصل مع رئيس الحكومه ونبهر خطوره ديال الموقف. ورئيس الحكومه تصل مع المندوب الثاني وغادي يخليكم خلي من الوثائق من بعد. هاتوا معكم. اذا المندوب رئيس وزير الداخليه السابق الوقت اللي جا معنا مع اتصل مع رئيس الحكومه نبهو الخطوره ديال المشكل اللي غادي ينزلو الجبل كله، غادي يكون واحد المشكل خطير. رئيس الحكومه الاتصال ديالو مع المندوب السامي كيفاش هاد المراصير